السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة. النهاردة هنتكلم في موضوع يهم كتير من الناس. النهاردة هنتكلم عن فيروسات الكبد. كتير قوي احنا عارفين ان الفيروسات فيه A و B و C، بس احنا بنتعامل معاهم كلهم على ان هم مرض واحد، ان احنا نتعامل مع صاحب الفيروس ما ناكلش معاه، ما نشربش معاه، ما نتعاملش معاه، ده اكيد معدي. طب نتعامل معاه ازاي؟ طب يا ترى هيوصلنا لايه؟ مع ان الحقيقة غير كده خالص. احنا لازم نعرف كل فيروس، طرق الوقاية منه، طريقة التعامل مع المريض ازاي. كل الأسئلة دي اللي في أذهاننا النهاردة هيرد علينا من خلال دكتورنا الجليل الدكتور كمال الدين عبد الرحمن الأتربي، استشاري الكبد بمعهد الكبد. في البداية بنرحب بيك يا دكتور. ازاي حضرتك؟ أهلا بيك. زي ما انت شايف كده في المقدمة أنا بتكلم عن فيروسات الكبد. قبل ما أخش في فيروسات الكبد، في كتير مننا ما يعرفش ايه هو وظيفة الكبد أساسا، فعايزين كده نعرف المشاهد يا ترى وظيفة الكبد ايه في الجسم. هو الكبد أكبر عضو حجما وزنا في الجسم، دي أول حاجة، وطبعا هو من الاعضاء الرئيسيه في الجسم اللي هي معاه القلب والكلى والاعضاء دي والرئه، الاعضاء الاساسيه يعني. فهو اهميه الكبد في انه وظائف كتيره جدا، منها المساعده في هضم الاكل وتصنيع البروتينات اللي الجسم يحتاجها والتخلص من الصفره اللي بتبقى موجوده جوه الجسم وبتبقى متواجده بشكل دائم، فهو اللي بيتخلص منها، والتخلص من السموم وده بمساعده الكلى. دي الوظائف الأساسية إضافة إلى تصنيع معاملات التجلط في الجسم. تمام. بالنسبة بقى لفيروسات الكبد يا دكتور، من كتير من الناس بتبقى محتاجة تعرف إيه هي أنواع فيروسات الكبد؟ هو فيروسات الكبد هي فيروسات كتيرة ومش هتخلص الموضوع عند الفيروسات المعروفة لحد الوقت، في كل يوم حاجة جديدة بتطلع أو كل فترة، لكن الحاجات الأساسية اللي تهم الناس واللي أمراضها أحيانا بتبقى لها مشاكل يعني لحظية ومشاكل ممتدة، الفيروسات الكبدية ألف وبيه وسين أو A وبي وسين وسي. بالظبط. تمام. طب نتكلم كده واحد واحد بالظبط، عايزين نتكلم عن فيروس إيه. فيروس إيه، إيه الأعراض اللي تبين عن المريض أو توضح المريض إن هو مصاب بفيروس إيه؟ تمام. هو فيروس إيه في الأول ده اللي بيصيب الأطفال أكتر، ولما يبتدي الطفل يبتدي يأكل من بره، فيبتدي يأكل أكل ملوث احيانا مش متغطي، الذباب ينقل الفيروس ده من حاجه من مكان لمكان تاني في الاكل وفي الشرب، فيبتدي يحصل بقى ايه الاعراض دي للاطفال اكتر. 90% من الاطفال بيجي لهم فيروس ايه، يعني 90% قصدي الفيروس ايه نفسه. ايوه بالظبط، اغلب المصابين بيه اطفال، لكن ظهر ان ابتدى يجي تاني في مراحل متاخره شويه في العمر، لان هو المفروض لما بيكون يصيب فيه الطفل بيحصل له مناعه لفترات طويله من يعني هو المرض نفسه يصاب بيه وبعدين يشفى منه وبعدين يجي له مناعه لسنين. فكان في قناعه ان لسنين العمر الى ما شاء الله الى امتد العمر، لكن ظهر ناس في الاربعينات سنه تعرض الفيروس ايه او في الثلاثينات وابتدى يجي لهم، يعني بيجي للمريض مرتين يا دكتور. ممكن الوقت، عشان كده بيبحثوا في انه ليه بيجي تاني الوقت، كانت القناعه زمان انه ما يجيش الا مره. طب هو طرق انتقاله للمريض ازاي؟ انتقاله بقى عن طريق الاكل الملوث او الطعام الملوث والحاجات المشروبات الملوثه، فيتنقل بهذا الشكل. عشان كده المريض لما بيصاب بيه النصيحه المهمه ان في البيت يكون في التزام بطبق خاص بيه، بمعلقه خاصه بيه، بفوطه خاصه بيه، بالحمام يتم تعقيمه. حلو قوي الكلام ده. معنى كده يا دكتور انت بتنبه المشاهدين ان هو ممكن يكون في عدوى. أيوة. من فيروس ايه بيتنقل من خلال بقى الاكل او الشرب. ايوه، اكل او شرب او استخدام الحمام بشكل غير معقم او غير متنظف كويس، فده لازم يبعد عنه على الاقل اسبوعين الثلاثه الاوليين بعد تواجد المرض. تمام. ده بالنسبه لفيروس ايه. فيروس قبل برضه ما اخش على فيروس هل بيتم الشفاء منه؟ 97% من الناس تشفى منه تماما في خلال شهرين. هم بيقلقوا من ايه؟ اي مريض بيجي انزيمات كبد عالي قوي، صفرة بيفاجئ بيها، دي الاعراض اللي بتبقى واضحه دي بالظبط، مع ترجيع وسخونيه، فيبتدي يعني يبقى في قلق جامد جدا ان الحاله الصحيه بتبقى تعمل معاها، طبعا همدان شديد في الجسم وعدم قدره على اي مجهود.
فبيقلقوا من الكلام ده. الكلام ده كله في خلال شهرين ثلاثة؟ من خلال أقراص يا دكتور؟ لا، من خلال الراحة أهم شيء في هذا الموضوع. يعني هو علاج المرض مش بدواء؟ لا، مش بأدوية. مش بأدوية؟ مش بأدوية. الراحة بياخد فترة معينة من المرض، فيحصل نوع من ما يحصل راحة، يوم الكبد ما يتعبش، وده اللي مهم بقى. الكبد بيبقى ملتهب. يعني ايه ملتهب؟ زي ما يقع حاجة على ايد الواحد كده تبقى ملتهب، هو بيبقى ملتهب بهذا الشكل جوه. فبياخد وقته، انزيمات الكبد بتهدى، الصفرة بتنزل، بيخلص منها الكبد بعد ما يبتدي تشتغل بكفاءة عالية تاني، في خلال شهرين ثلاثة تلاقيه خلاص. هل يا دكتور لو أمه عندها ابن مصاب بفيروس ايه، بتنصحها بطريقة أكل معينة أو بغذاء معين في الفترة اللي هو بيرتاح فيها دي؟ كان زمان في قناعات ان هو ما ياكلش الدهون ويقعد ياكل عسل وما ياكلش لحوم كتير. لا، هو النصيحة الوقت الصح في هذا الموضوع ان ياكل ما هو يستسيغه، اللي هو ما يستسيغوش ما ياكلوش. يعني هو ممكن في اكل يقدم له يقول لك انا هرجع لو يعني بس خلاص كل الاكل بالنسبه له متاح، يستطيع ياكل اي حاجه، بس اللي يقدر يكون ليه نفس انه ياكله. ايوه، ولمده اسبوعين، وبعد كده ده بيبقى باستشاره بقى مع الطبيب، بتعمل له تحاليل تاني. بالظبط، لازم المتابعه في الاول كل اسبوعين للانزيمات والصفره اللي بتنزل، عشان لو ما بتنزلش يبقى في شيء اخر موجود. يعني احيانا بيبقى في الفيروسات ممكن يكون واحد ومع واحد تاني. يعني في ابحاث بتتكلم على لما يصاب الكبد حاجه في سن كبير شويه ممكن تلاقي شيء تاني معاه، فلازم تستبعد الفيروسات الاخرى برضه في نفس اللحظه. تمام. وبعد المتابعه دي بقى في خلال شهرين ثلاثه بيكون نزل. قليل قوي، ممكن لا ما يزيدش عن 1% من الناس اللي بيحصل منهم مشاكل في فيروس ايه ويحصل تدمير على الكبد ليه قوي وشديد، بيحتاج ساعتها العيان زرع كبد في ده لو ده مضاعفاته يا دكتور. ايوه، ده في السن اللي بقول عليه اللي هو اربعينات الكبير. والسن الكبير. ايوه. طب في السن الكبير ده بقى بيعمل ايه لو اصيب بالمرض؟ بيبقى برضه راحه ولا نفس ليه طرق الشيء؟ علاج لا لا لا، برضه مختلفه؟ الراحه وليس اكثر اقل، ما دام فيروس ايه بس. طيب نتجه بقى على فيروس بي. عايزه اعرف مين اكتر الناس المصابه بفيروس بي؟ طيب انا احب اتكلم عن فيروس بي وسي مع بعض، اتفضل. لان هما الطرق المتشابهه في العلاج، التاثير على الكبد واحد مع فروق بسيطه، لكن طرق العلاج مختلفه برضو عن بعض. ففيروس بي وسي بيتنقلوا عن طريق الدم. يعني ايه طريق الدم؟ يعني اي حاجه تعمل نقل دم من شخص لشخص تاني. يعني الحقنه تعمل نقل دم من شخص لشخص، في حاجه حقنة مرئيه ملوثة. وحاجه مش مرئيه. في نقل الدم اللي هو لما واحد يحتاج نقل دم في عملية أو غيره، دي حاجة مرئية. لكن في نقل دم مش مرئي، عشان كده الناس تاخد بالها مثلا الحلاقة مثلا، ممكن الموس اللي بيتنقل من شخص لشخص، حلقة الدقن مثلا عرضة أكثر. بالظبط، وإن كان هو ما شافش الدم اللي اتنقل، لكن في جروح بتبقى صغيرة في الجسم أو في نقط صغيرة من الدم ما تبانش يتنقل بها الفيروس، والفيروسات دي لها قدرة إنها تقعد بره الجسم شوية وهي حية أو تقدر تنقل. فأي حاجة تنقل الدم ده بالمفهوم العام، عشان كده مشهور في الغسيل الكلوي أحيانا النقل يحصل، مشهور في العمليات، مشهور في الكوافيرات والحاجات بتاعتنا ودكاترة الأسنان. ودكاترة الأسنان كل ده مشهور. فهي دي أول مرحلة. بس قبل ما نخرج من النقطة دي، أحب أعرف المشاهدين إن فيروس بي وفيروس سي ما بيتنقلوش إلا من خلال الدم فقط؟ لا، في طرق تانية بس طيب. دي أهمهم. وإن كان فيروس سي يحتاج كمية من الدم معقولة كبيرة شوية، لكن فيروس بي ممكن بنقط صغيرة جدا من الدم. فلكن النقطة برضو التانية بقى اللي هي الأقل شوية شيوعا، اللي هي عن طريق الاتصال الجنسي، ودي في بي أكتر من سي. في بي تصل ل 20% من طرق النقل، لكن في سي تكاد تكون معدومة. لكن فيروس سي برضو دي مهمة، لأن الناس بتسأل السؤال ده كتير في العلاقات الطبيعية ما بين الزوج والزوجة، تكاد تكون معدومة ان يتنقل فيروس سي، فما فيش اي مشكلة في العلاقة الجنسية بين الزوج والزوج. لكن لو كان في علاقات متعددة بره الجواز، هي دي اللي فرص نقل فيروس سي فيها اكتر. طيب انا عايزة اتكلم لكن في فيروس النقطة بي ينقل ما بين الزوج والزوجة بالعلاقة الجنسية. ينقل. طيب هل لو مريض او مريضة اصيبت بعد الجواز بفيروس بي، كيفية التعامل مع جوزها ازاي او مع مراته ازاي؟ هل بياخدوا تطعيم؟ هل طريقة التعامل في اكتر ازاي؟ من حاجة، في الشيء، في شيء سريع وشيء مفعوله بعد فتره. الشيء السريع اللي هو وجود وقي ذكري في العلاقه الجنسيه في اللحظه دي، عشان ما يحصلش اي نقل سريع في الوضع ده، على ما هي او الشخص التاني ياخد التطعيم بتاعه. لو هو واخد التطعيم اوريدي، وده موجود بقاله قريب من 18 سنه في الصحه، يعني كل مواليد مصر بياخدوا تطعيم فيروس بي الوقت في الصحه. ودي حاجه ميزه كويسه جدا، لان عملت حمايه عشان الاجيال اللي جايه ممكن تبقى يعني يحصل حمايه عندها طبيعيه. حماية اكتر. ايوه من انها بالظبط. تتعرض لبي أيوة. او لكن ما هما سي. لا صح يا لا دكتور. سي صعب عايزين انك نتكلم توصل بقى له في من موضوع اصل. سي. ف
لو ما فيش تطعيم متاخد يبقى في حاجه اسمها وعي ذاكر. طب في تطعيم متاخد بس لازم اعرف التتر او النسبه بتاعت المصل ده جوه الجسم قد ايه، عشان الحمايه بتبقى موجوده فوق 100 وحده عالميه. يعني عامل تحليل للمصل اللي هو خده، بنسميه تتر، الاجسام المضاده للفيروس اللي خد التطعيم، ولو لقيناها رقمها فوق 100 يبقى هو كده كويس. رقمها اقل من 100 ياخد حاجه اسمها بوستر دوز، او بوستر دوز او اللي هي الجرعه المنشطه، الجرعه الثانيه بقى اللي بعدها. وهو التطعيم اوريدي او اساسا بياخد 3 تطعيمات هو في خلال 6 شهور، بحيث ان هو يعيش حياته بطريقه طبيعيه حتى لو مع مصاب بالفيروس. طب بالنسبه للام يا دكتور، هل هي بتبقى اكثر نقل الفيروس للجنين؟ ما هو دي برضو في حاجتين في دي، والبي هنا مشهور البي عن السين اكتر شراسه. يعني السي معالجته اصعب من البي، لكن اقل شراسه من البي. البي نفسه احنا بنخاف على الام، ومش الام بس، الام بقى والجنين. لو الام عندها فيروس بي وحصل حمل، لو كميه الفيروس اللي جوه الدم عاليه يبقى فرص نقله للبيبي قويه جدا. لو قليله بتبقى فرص يعني فرص قليله انه يتنقل، لانه بيتنقل عن طريق ممكن الحبل السري، عن طريق العمليه لو قيصريه اكتر من الولاده الطبيعيه، عشان في دم ابتدى يظهر فبيبقى اكثر عرضه. عشان كده بينصح بان البيبي اول ما يتولد للام اللي عندها فيروس بي ان ياخد التطعيم في ساعتها، ساعه ما ينزل، وبعدين يتحط على طول على هي ما بتاخدش دواء يا دكتور في فتره الحمل تحميها او تحمي الجنين؟ بصي، هو في بعض الادويه اللي صعب تديها في الفتره الاولى من الولاده، لان ممكن تاثر على الجنين وتشوهات. ممكن في اخر 3 شهور تقدر تاخد الدواء من ادويه الفيروس بي اللي هي بتهبط النشاط، لو هو نشط عندها، مش نشط خلاص. لو نشط، في دواء واحد من المجموعات اللي موجوده او 3 4 ادويه اللي موجوده نقدر نديه بامان شويه. لكن انا بتكلم بقى ان في كل الاحوال، في كل الاحوال البيبي لما هينزل هياخد اجسام مضاده وهياخد التطعيم، هياخد الاثنين. بياخد الاجسام المضاده في الحال، مش التطعيم بس، التطعيم عشان يشتغل، التطعيم بيشتغل على انه بيحفز المناعه انها تطلع الاجسام المضاده. لا، انت بتديله الاجسام المضاده في الحال الوقت عشان في اي فيروس يحميه على طول، وبعد كده يكمل بيعيش حياته الطبيعي. ايوه ده بالنسبه للفيروس بي. لو كانت برضو ام حامل بفيروس سي نفس الاعراض؟ بصي، فيروس سي مفيش نقل، زي ما بقول لك يكون ضعيف جدا، وفي بحث يمكن واحد اللي بيقول لو رقم الفيروس عالي في فيروس سي ممكن ينقل للبيبي، بس في كل الاحوال برضو نقله نسبته ضعيفه من الام للبيبي، مش عالي او زي البي، فعشان كده مفيش اهتمام بقوه في الحالات دي، لكن متابعه الفيروس برضو مهمه. كتير قوي بنسمع ان بعض المرضى يقولوا انا حامل للمرض حامل للفيروس ولكن ليس مريض بالفيروس. فاحنا عايزين نعرف المشاهدين يعني ايه حامل الفيروس ومش مريض بيه. هو دي مراحل. المراحل بتاعه الفيروس، يا اما الفيروس شديد وحاد، اول ما يخش الجسم يعمل تدمير سريع في خلال 2 3 اسابيع للشخص، ما عادش خلاص، هو المناعه بقت شديده جدا، والخناقه ما بين مناعه الجسم وما بين الفيروس كانت قويه جدا، المعركه شديده لدرجه ان الكبد اتدمر. فدي بنقول في اي حته في العالم، في مصر يمكن عمليه الزرع الكبد الحاد دي مش موجوده، اللي هو على طول يتنقل في لحظه، يكون بيعمل بعدها بيومين 3 على طول العمليه دي. ودي بنسبه في الحمد لله انها في سي وبي يعني قليله، مش كتيره، في بي اكتر شويه بس هي برضو قليله. لكن دي مرحله. المراحل الاكتر بقى شيوعا يعني يخش الجسم وما تعرفش انت ان هو موجود عندك الا لما بالصدفه رايح يعمل تشيك اب او يراجع على صحته في تحاليل، مسافر يشتغل بره فبيعملوا له التحاليل، هي الاكتر بيجي بهذا الشكل، عنده متقدم لوظيفه فبيعملوا له التحاليل، هو ده اللي بيوجد. يبقى حامل بيه يا دكتور بس مش مصاب. ايوه بس يعدي ممكن يعدي مريض تاني. هنتكلم برضو على بي وسي، بتختلف. بي ليه سب تايبس او انواع متعدده من نفس النوع الواحد. يعني النوع الواحد الكبسولة جواها كبسولة تانية وجواها كور أو جواها جين صغير، اللي حسب التحليل في مجموعة التحاليل بتتعمل للبي بتبين هو معدي قوي ولا هو خد حماية وهدي في الجسم فبقاش معدي، ما بيبقاش نشط، بتختلف، ما بيبقاش نشط بالظبط. فأنت بتحكم بهذا الشيء، هل هو نشط ولا مش نشط. لو هو مش نشط يبقى المناعة تعودت عليه وحصل نوع من المهدنة أو الهدنة بينهم، فهو لا يؤثر على الكبد، هو موجود في الدم لكنه لا يؤثر على الكبد بتاع العيان،
فيبقى في المرحله دي ياخد له علاج يا دكتور؟ لا، في اللحظات دي ما ياخدش علاج، ما ياخدش فيروس بي في اللحظات دي يعيش حياته ما ياخدش علاج. تمام. لكن يتابع كل 6 شهور. لو انزيماته ابتدت تعلى والفيروس ده ايه يعلى في الدم بنسب وارقام معينه، ده ساعتها ياخد علاج بحيث نخليه اقل نشاطا. ايوه، بحيث ان يعني احنا هنقول فيروس بي ما بيتعالجش ينتهي من عند الشخص، اللي عنده فيروس بي يفضل معاه طول العمر. لكن 2% من الناس سنويا من عند ربنا كده يروح منهم الفيروس من غير علاج، ولو حتى هديدي علاج هو مش هيأثر عنه ده دي. يعني هي بتروح اوتوماتيك كده، ده 2% من الناس كل سنة. لكن احنا بندي علاج لفيروس بي ليه؟ لو نشط فيروس بي ندي علاج عشان نخليه خامل، والفيروس الخامل زيه في البي زي ما يكون مش موجود، يعني ما تقلقش منه، بس المتابعة عشان لو جه ينشط ندي علاج بتاعه. طيب. لكن معلش هضيف لسي بقى، سي كونه موجود خادع بقى، ممكن ما تعرفش ان هو نشط ولا بانزيمات كبد ولا باشعة ولا بغيره. هو اكتر الناس مصابين بفيروس سي اكتر من بي يا دكتور؟ يعني بي على مستوى العالم 170 مليون مصاب بفيروس سي. اه ده كلام صح، على مستوى العالم بي اكتر 300 مليون و170 مليون على مستوى، لكن على مستوى مصر سي اكتر من بي 10-12% في مصر السي، والبي 5%. الدول المجاورة لينا دول خليجية، دول ليبيا، البي اكتر من السي. طب ليه هنا عندنا في مصر فيروس سي منتشر اكتر؟ كان في زمان قناعة بان البلهارسيا كان بيتاخد لها علاج التارتر ايميتك او الحقن، اللي هي كانوا بيقفوا طابور في المدارس يدوهم التطعيم، فمن حقنة، كان زمان ما كانش فيه الحقن اللي هي ديسبوزبل او اللي هي بنتم التخلص منها، فكانت الحقنة ما بتتغليش حتى، لان يعني كمية كبيرة من طفل صغير واحد للتاني واحد للتاني واحد. دي كانت القناعة الموجودة في الاول. لكن لما تلاقي ناس، الكلام ده خلص من حاجة 40 سنة، لما تلاقي ناس صغيرة في السن عن حاجة 40 وعندهم، يبقى مش من البلهارسيا بقى، ما خدوش الحقن دي. لكن هو اتنقل بين الناس بطرق عدم التعقيم الكويس في الخدمات الطبية احيانا، عدم الاهتمام بالنظافة، بحاجات الادوات اللي ممكن تستخدم، بقت انتشر بقى من واحد للتاني ومن آلة للتانية، فابتدى هنلاقي الصحة اللي كان مش عارف بيعمل ايه كده. كتير من المرضى المصابين بفيروس دي عندنا في مصر بيبقى عندهم خوف، هل انا اقدر ان انا اعدي اولادي او اعدي عيلتي، او كيفية التعامل مريض فيروس سي مع العائلة؟ يعني طيب هو انا هنحكي هنقول الكلام، بس انا عايز الناس برضو تقدر تفهم ازاي لوحدها تفكر في الحاجة. لما يكون عرفنا طرق العدوى نقدر نعرف طرق الوقاية. احنا قلنا العدوى عن طريق الدم وعن طريق الاتصال الجنسي في حالات معنا زي الفيروس بي، فانت عندك الحاجتين دول اساسيين في النقل. يبقى عندك بدام عن طريق الدم بيوسي، يبقى اي حاجه تنقل الدم انا اخليها خاصه بالشخص لوحده ولا يستخدمها الاخرين. يعني هقول المقص، مكانه الحلاقه بتاعه الدقن للرجال، هقول حاجات اللي هي الباديكير والمانيكير ومش عارف الحاجات الخاصه بالسيدات تبقى خاصه بيها، ما يستخدمهاش حد من الاطفال. لما يكون حد في العيله يكون جرح او حصل جرح، جوانتي بسيط وتعامل معاه وانقذه، بس وانت لابس حاجه. لان انا بقول الكلام ده لان يعني بشوف الناس اللي هي ما عندهم حد في البيت وبيعرض ان هو، واحيانا في الفيروسات الكبديه لما يوصل الكبد ويتعب ويحصل انهيار وفشل فيه يحصل ان يعني يرجع دم الشخص، يبتدي ينزف احيانا من الانف ومن اللسة ومن خلافه، فهو هيتعامل ازاي؟ مين اللي هيساعده؟ اللي في البيت يساعد بس يبقى لابس جوانتي. بالظبط. بالنسبه للاكل والشرب يا دكتور، لان في ناس عندها بعض المعتقدات ان اي حد مصاب بفيروس سي لا انا ما اكلش معاه او ما اشاركش معاه الطعام ولا الشراب. لا، احنا قلنا عن الايه خلاص، ان هو الاكل ده فتره مؤقته بس. فتره مؤقته ايوه بالظبط. بالنسبه لبي وسي يعني يستطيع ان هو يتعاش معاه كاملا ما دام في النظافه العاديه بتاعه غسيل الشيء و بالميه وبالصابون والحاجات دي. يعني ممكن، لكن لا يعزل عزل كامل. يعني يشارك مع عيلته على الاكل بس يبقى برضو الحاجه يكون في النظافه بتاعه الحاجه، النظافه الاساسيه. يعني مثلا بينقل بشكل برضو مش قليل عن طريق اللعاب. عشان كده الاتصال الجنسي ممكن ينقل بيه مش عن طريق اللعاب برضو. لكن مش هقول بقى الطبق بتغسل خلاص والمعلقه بتتغسل كويس خلاص، لكن ما تبقى تقوليش ما مش هغسلهم، واحد هياكل من الطبق ده وهياكل ده من الطبق ده، يعني مش هينفع.
تمام. انا جالي كذا اس ام اس، فاحب حضرتك ترد عليها. لا تفضل. اول اس ام اس بتقول: خطيبي مصاب بفيروس الكبد الوبائي بي، هل هو خطير؟ هل ينتقل لي وهل ينتقل للاطفال؟ كان احنا نفس جاوبنا الموضوع على دي، احنا بس بنتكلم هأكد على عليه. حاجة، ان هو مصاب بي، يبقى خطيبته تعمل تحليل الفيروس بي نفسه، لو سلبي عندها تاخد التطعيم قبل الجواز. التطعيم ده قلنا بيبقى من زيرو، او من النهارده مثلا وبعد شهر وبعد 6 شهور، او من زيرو وشهر وبعد شهرين. المصل واللقاح، يمكن اكتر مكان مركز المصل واللقاح هو الوحيد اللي بيوفر التطعيمات دي بالجدول بتاعها، اوكي. لو هي فهي اتطعمت يا تاخدها. دكتور ايوه. ما يتنقلش بقى للاطفال؟ لا، لو اتطعمت خلاص هي، لا هي لو عندها هتبقى هي عندها رخر، فهتبتدي تمشي في اتجاه التعامل، مش فيش تطعيم بقى هيبقى. لكن لو مش عندها تتطعم، يبقى هي خلاص اتحامت، حتى لو اتنقل من الزوج خلاص هي ويقدر ينجب، بس. والاطفال يبقى ما بالظبط فيهمش اي حاجه وما بالظبط يصابوش بحاجه. بالظبط. ساعتها الطفل بينزل سليم يا دكتور، الطفل ساعتها مفيش اي مشكله من ناحيه البي، ما وهيبقى بيتنقلوش لا ولا لا ما لا، لو بياخد بيجرالوش اي المصل حاجه. في ميعاده وكل حاجه. تمام. عندي لكن برضو برضو الخط عشان كده الخطيب بقى يمشي في المتابعه بتاعه انه هينشط ولا لا، عشان برضو ده الراجل. بينشط مع خطيبها نفسه يعني، ولا معاها هي؟ لا لا، معاه هو، انا بتكلم معاها عليه هو. هو الاخر، برضو يتحمي بقى من بالعلاج وبالمتابعه. يبقى دايما في متابعة دورية. ايوه. ماشي. عندي اس ام اس تانية: والدي معدل الدم لديه 7، وفحصه اخبروه ايضا ان وظائف الكبد مرتفعة، ما هي الاسباب؟ ده مفيش تشخيص للفيروس ولا حاجة، والهيموجلوبين أو اللي هي معامل قصدها على الدم اللي هو متهيألي الأنيميا ممكن يكون 7 هيموجلوبين، الهيموجلوبين، دول وظائف وإنزيمات الكبد عالية. مرتفعة. بصي، هو دي ممكن تكون بقى حاجة من الحاجات اللي هو إن عنده فيروس سنين ممكن تصل ل 20 وحاجة و20 سنة وما يعرفش، فيجي فجأة بإنه بينزف كل فترة من منطقة وما يكونش واخد باله، يا إما نزيف عن طريق بواسير، يا إما نزيف عن طريق الأنف أو اللثة، مع الوقت تلاقيه إيه حصل فقر الدم اللي بتحكيه والانزيمات عليها. ده لازم يعمل فيروسات كبديه عشان واشعه يتأكد. تلفزيونيه، وبعد كده يبتدي يشوف وظائف الكبد، فده عشان يشخص الحاله بس. طب قبل ما اكمل الاس ام اس كنت عايزه اسال حضرتك سؤال: ايه اكتر الفيروسات اللي بتؤدي الى تليف كبدي؟ البي والسي الايه قلنا خلاص مفيش، بيروح اوتوماتيك، لكن البي والسي هي اكتر شيء يؤدي الى فيروسات كبديه بنسب عاليه، يعني السي ممكن يصل ل 20% من الحالات اللي بتصاب بالفيروس ويبقى معاها السنين كده، والبي بدرجه اقل شويه، بس هما الاثنين هما دول اكتر ناس تؤدي تمام. تؤدي جالي برضو الحاله. اس ام اس تانية: زوجتي تعاني من اسهال مستمر، يخرج فقط ماء مع مخاط قليل مستمر في اليوم تقريبا 5 مرات، وصار ياتي دوخه من شده الاسهال، فهل من علاج؟ هل ليه علاقه بالكبد؟ لا، ده ليه علاقه بالجهاز الهضمي، ودي بتبقى حاجتين، يا اما يكون ده الاغلب في مصر التهاب الطفيليات والاميبا والديزنتيريا، فبيتعمل تحليل براز سهل وبسيط، ولو في ديزنتيريا تاخد لها علاج. الحاجات الاقل شيوعا في مصر لكن موجوده مش قليله، ان يكون في حاجه اسمها تقرحات قولونيه، ودي اللي بتؤدي الى اسهال مزمن، وممكن تلاقي تخس فترات وتلاقي قرح في البق تظهر، تلاقي اعراض تانية خارج بره القولون مش على بس الجهاز الهضمي بتاعها، تلاقيها ظاهره على بقيه اعضاء تانية في الجسم، فهي تعمل تحليل البراز وتشوف علاج للديزنتيريا لو موجوده، ولو غير كده لا، هتحتاج بعد كده متابعه كويسه ومنظار قولوني عشان يتشاف فيه تقرحات قولون ولا لا. جالي برضو اس ام اس بس مش عارفه ليها علاقه ولا لا، بيقول: هل سبب تناول الاسبرين بدون ماء يصيب ضرر على المريء او المعده؟ ما هو اي دواء لازم بميه، ما برضو غريبه بدون ماء. هو يهم حاجه واحده بس، اي واحد هيبلع اي كبسوله او اي برشام لو ما شربش ميه كويس معاها، ممكن الكبسوله دي او البرشامه دي تلتصق بجدار المريء او المعده او الاثنى عشر، وتعمل قرحه على الايه، على الجهاز اللي التصقت عليه. فاي دواء لازم يتشرب بكميه ميه كويسه. تمام. لكن هي قصدها، في يمكن تكون قصدها حاجه مهمه، ان المسكنات والاسبرينات بتؤدي الى التهاب في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي اللي هي المعده والمريء، عشان كده بينصح احيانا باستخدام بعض الادويه اللي بتقلل نسبه الحامض اللي جوه المعده عشان ما يحصلش الكلام ده. كتير من الناس عايزة بتسأل: هل فيروس سي ليه علاج؟ وهل ممكن يشفى منه تماما؟ طيب، برضو زي الاول الاثنين مرتبطين ببعض، بي وسي، فعايز اتكلم على ان الفرق حضرتك بين قلت ده بي وده بيفضل مستمر بالظبط، في مدى لكن الحياة. بيخمل بالعلاج. تمام. واكثر شراسه انه يؤدي الى سرطان كبد او تليف كبد بسرعه. السي يعني زي ما بقول لك كده خبيث شويه، هيقعد سنين مش عامل حاجه ويفاجئك ان في حاجه وصل لها العيان وما يعرفش.
والبي لعلاج اهو يعمل له خمول، السي يا يروح يا ما يروحش، تمام. ما نقدرش نعمله. ففي ليه علاج، انا قبل ما العلاج اقول لما بس العلاج، احنا هنكمل العلاج ده. انا بس معايا اتصال تليفوني. الو استاذ نصر. الو، الو معتزل، ايوه اتفضل حضرتك بسؤالك. بقول لحضرتك دكتورة، انا ممكن اكلم الدكتور؟ اه اتفضل دكتور معاك. انا عندي فيروس بي، كان عملت البي سي ار طلع 473، وعندي انزيمات الكبد كويسه، مفيش اي مشاكل عندي ولا اي حاجه. هل ده في اي نوع من انواع التعب مثلا، لو في اي حاجه يعني؟ وكنت عايز استفسر من الدكتور، طيب انا رحت دكاتره كتيره قالوا لي ان احنا نبدا العلاج بعد 200 الف وطالع. لا هو ال في سؤال تحب حضرتك تساله له؟ لا لا خلاص تمام، هيرد عليك حالا يا استاذ نصر. تابعنا. احنا البي سي ار اللي هو عدد الفيروس جوه الدم اللي ماشي في الدم بتاع الشخص ده، مش هيفرق معانا قوي وملوش اهميه قوي الا في التشخيص، ان في حاجه اسمها اجسام مضاده يبقى اتعرضت للفيروس، في الفيروس نفسه يبقى الفيروس موجود ما راحش، ده اللي يهمني في الموضوع ده. فكونه موجود والانزيمات كويسه ممكن يبقى هو ده، ممكن يبقى خامل ما قلتش حاجه، وممكن ما جالوش من زمان والكلام ده كله. لكن في كل الاحوال اي شخص معرض عنده فيروس سي يدخل في بروجرام العلاج بتاع فيروس سي، لان فرص العلاج الوقت بقت التخلص من فيروس سي بقت عاليه بالادويه ما هو ده الجديده. بقى اللي عايزين نتكلم فيه. اه لكن نكمل الكلام الكلمه بتاع طول معرفش العلاج. هو كان فهمها من بعض الدكاتره مش صح، او هم حد قالها له بشكل مش صح، ان العدد قليل ده مش معناها ان الفيروس، مش شرط يكون الفيروس خامل، ده ملوش دعوه، ده هو لازم يمشي في بروجرام العلاج. اللي هياكد انه هيتعالج ولا لا حاجه اسمها عينه كبديه بيتبان فيها هل في تليف حصل او خشونه على الكبد حصلت ولا لا، ومنها العينة دي بياخد قرار. بتتاخد ازاي يا دكتور؟ العينه دي بتتاخد منظار مثلا لا لا ولا هي دي بتاخد بتحاليل؟ بابره، بابره بإبرة. طويله شويه بتخش في الجنب بتاع العين اللي فيه الكبد تحت الاشعه التلفزيونيه عشان يبقى متاكد ان داخل جوه الكبد، فهي مضرها قليله مش كتيره. وفايدتها في ان ياخد العلاج ولا ما ياخدوش، ففايده مهمه او حاجه مهمه. طب نرجع تاني لطرق العلاج بتاع فيروس سي وطرق الوقاية منه. خلينا الأول في طرق العلاج، هل العلاج بتاع بيشفى تماما؟ فيروس سي all or none، يا تعالجه يا ما تعالجوش. ازاي؟ يعني لو هو موجود انا عالجته راح خلاص، ما انا بقول غير فيروس بي عشان كده مش حاجه اسمها خامل، يا راح انت يا ما بتتكلم راحش. حضرتك على سي فيروس دلوقتي. سي تمام. فالعلاجات اللي موجوده للفيروس سي انت بتسعى ان انت يبقى خلاص في نهايه العلاج ما عادش عنده فيروس سي، خلاص انتهى الموضوع. لو فشلت في العلاج معاه وما نفعش العلاج لاي سبب يبقى فيروس سي هيفضل موجود وهيعمل تاثيراته. فالعلاجات اللي موجوده دلوقتي الحقن المشهوره المعروفه باسم انترفيرون. قبل ما حضرتك تكمل الحته دي، انت قلت هيفضل موجود، ايوه. هل هو زي بي بيبقى نشط او لا غير نشط، لا ولا بيفضل اكتف دايما او نشط على طول؟ لا هو ممكن ينشط بشكل سب كلينيكال او تحت مستوى الاحساس الاعراض، يعني ينشط بالراحه بسهوله يعني جدا. وجوده خطر، خطر اخطر من بي. اخطر من بي، لكن بي لو نشط يبقى اخطر. بس اصل بي احتمال ان احنا ممكن نخليه يبقى موجود بس أيوة غير بس نشط. مسيطرين عليه. ايوه ده سهل جدا في بي. لكن سي ما ينفعش سي ان لا. احنا منخلوه سي لو ما عالجتوش يبقى ممكن يحصل منه اي مشكله في لو ما هوش خامل، يعني حسب طبيعه بقى الفيروس مع طب الجسم. يعني لو واحد مريض بفيروس سي بياخد العلاج، ايوه بنتاكد ان هو خلاص تمام، ايوه راح منه راح منه تماما، بالظبط. ده من خلال الكشف الدوري مع الدكتور او من ايوه خلال التحاليل. وهو بياخد العلاج بيتم هنا بقى كلمه البي سي ار مهمه، بي سي ار رقم كذا خد العلاج، البي سي ار مش موجود الوقت كمل عشان ياكد ان هو يروح، يبقى البي سي ار يفضل سلبي سلبي سلبي. بعد توقيف العلاج فضل سلبي يبقى خلاص انت كده تمام. لكن انا بقول بس عشان حته مهمه، ان العلاج هو عباره عن الوقت الانترفيرون الحقن مع كبسولات، لكن مش العلاجات التحفظيه اللي هي انزيمات للكبد تتحسن او فيتامينات للكبد، دي مش علاج للفيروس. دي حمايه مشكوك فيها في ابحاث كتيره انها تفيد او ممكن ما تفيدش حتى، لكن مش هتضر لو ما فادتش. فانا بحاول اقول اقضي على الفيروس مش اخلي انزيمات الكبد كويسه. اهم حاجه القضاء على الفيروس. أيوة. اهم حاجه، وده اللي ان شاء الله هيحصل في 2015 بالخمس ست ادويه الجداد اللي نسبه نجاح، اللي هو يضيع فيروس سي. بالظبط نسبه النجاح تصل ل 97 98%. طب ليه دكتور فيروس سي مالوش تطعيمات زي ايه وبي؟ لان فيروس سي متحور جدا بحيث انك مش هتعرف تلقط الجين وتفك الماب او الخريطه الجينيه بتاعته، فما تقدر كل تمسكه من ناحيه يجي من ناحيه ثانيه، فده صعب قوي ان توصل له الفاكسين او مصل.
طب ايه طرق الوقايه ان انا ما اتعرضش ان انا يجيلي فيروس سي، بما ان فيروس سي منتشر عندنا في مصر؟ هو بقى هي حاجات مثلا بسيطه بس ممكن تبقى يعني تتعب شويه الشخص في انه يهتم بيها. يعني يبقى عندك ادواتك الخاصه بالحلاقه عند الحلاق بتاعتك، يبقى انت ما تروح لدكتور السنان انت تقول له ان عندك فيروس سي، عشان هو برضو ما يتنقلش منك ليه او بالجهاز بتاعه ويتنقل لواحد، فيقوم الدكتور نفسه ياخد باله انه يعقم الشيء اللي هو بيعمله ده ويفتح حاجه جديده خاصه بيك ويرميها ويخلص منها بعد كده. فانت اتحميت وهو اتحمى. زي ما قلنا بقى حاجات، اي حاجه تنقل الدم هيبعد يعني تبقى خاصه بيه لوحده وبس. هو ده. طب يا دكتور، هل فيروس المصاب بفيروس سي هل ممكن يجي له فيروس ايه وبي مع السي؟ عاده مش عاده، يعني في حاجه مهمه برضو، ده سؤال مهم قوي، ان اللي عنده فيروس سي يروح ياخد تطعيم الفيروس بي عشان ما يجيلوش بي على سي بقى، وتبقى ساعتها ايه بدل مشكله يبقى مشكلتين. طب احنا فدي مهمه جدا. معانا اتصال تليفوني. الو استاذ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اتفضل حضرتك بسؤالك. يا دكتور انا عملت تحليل ومكتوب فيه تضخم كبد خفيف مع تليف حول الاوعيه البابيه. تضخم ايه؟ تضخم في الكبد، في الطحال ولا في الكبد التضخم؟ استاذ عبد الله بيسالك الدكتور، بيقول لك التضخم في الطحال ولا في الكبد؟ في الكبد يا استاذ. في الكبد. ماشي، اتفضل كمل حضرتك. والعينه الفيبروتين في تليف الكبد الصدري. بنسبه كام على كام؟ واحد ولا اتنين؟ مش عارف. دي مهمة قوي، بنسبة كام على كام دي مهمة. لكن مفيش تضخم في الطحال. العينة الكبدية انا كنت عاملها من سنة كانت اف 2 و اتنين. اف 2 العينة دي مهمة جدا من سنة. لا خلاص، هي الأهم من الفيبروس كان. طيب، وخدت علاج للفيروس في اللحظات في الفترة دي؟ خدت حقن. انترفيرون جابت نتيجة معاك ولا لا؟ جابت نتيجة؟ لا ما جابتش نتيجة دي. خدت كام حقنه؟ 12 ولا 24 ولا 48؟ 24 وما جابش نتيجه. تمام، خلاص. لا خلاص ماشي، هنرد عليك حالا يا استاذ عبد الله. تابعنا. ايه هو من سنه عمليه كبد، عينه الكبد دي هي الاصح من الجهاز اللي اسمه الفايبروسكان. الفايبروسكان ده جهاز زي الاشعه التلفزيونيه خارجي، ما بيدخلش على زي العينه، مش بابره، زي السونار اللي بتعمل. يعني هو في الاول قال تضخم في الكبد يا دكتور. هل هو مصاب بفيروس ولا غيره؟ هو خلاص هو مصاب بفيروس سي. تمام. وخد علاج الانترفيرون. وتضخم الكبد ده بيحصل لما ينشط الفيروس يتضخم. بعد ما يهدى الفيروس تاني ما راحش، ما هو ما حصل ده المضاعفات بتاعته، عدم استجابه للعلاج. فالفيبروس كان هو بيقول لي عليه اللي هو بيتابع بيه الوقت، الادق هو العينه. فالعينه 2 تاثر الخشونه، ما احبش اقول تلاف، تلاف لما يكون 4 على 4 خشونه كامله، فدي درجه ما بين قليله لمتوسطه. فللاسف ما كانش محظوظ انه هيستجيب للعلاج. فهو بقى الحاله اللي زي دي اللي منتظر العلاج الجديد اللي هينزل في الفتره كده الشهر الجاي. ايه العلاج الجديد بقى؟ العلاج الجديد علاج مضاد فيروس هيضاف على حقنه الانترفيرون، أو يتاخد في بعض الحالات الأخرى من غير حقنة الانترفيرون، ونتائجه تصل بنسبة أحسن. يعني تحرك نسبة الشفاء، اتحركت من حاجة 40-50% إلى حاجة 80%. يشفى تماما من الفيروس. ده هينزل إمتى يا دكتور؟ ده المفروض بيتفقوا كانوا مع الشركة من خلال لجان وزارة الصحة إنه على شهر 7 بداية أو آخر. طب بالنسبة إن هو شهر 7 أو شهر 8، هل في تأخر الوقت ده؟ لا 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 لا, لا, لا. الوضع اللي هو بيحكيه بدرجة 2 من سنتين، ده عشان يحصل تتنقل من مرحلة لمرحلة فيها 5-6 سنين كل فترة. طيب احنا يا دكتور بنسمع عن تليف الكبد، فكنا نحب نعرف المشاهدين ما هو تليف الكبد. تليف الكبد هي دي برضه لازم تتفهم، لان الناس لما بتسمعها بتتخض. التليف ده على مستوى النسيج الكبد الداخلي. في حاجة اسمها سطح الكبد، اللي خلايا الكبدية اللي على سطحه بيخرج منها انزيمات الكبد، تتفرقع من الفيروس فتخرج الانزيمات تعلى. وزي اي شيء ربنا سبحانه وتعالى عامل ريزيرف او عامل مخزون، فيقوم الكبد من اكتر الاعضاء اللي عندها قدره على انها يرجع نفسه تاني، فيحصل نمو تاني للخلايا ويقوم يرجع ايه يلم نفسه تاني.
لما مرة في مرة مرة في مرة يخلص الريزيرف ده، فيبتدي النسيج الداخلي للكبد يتعب، فيبتدي يتليف، بدل ما هو بيبقى سفنجي يبقى زي الايه الخشب يتخشب يتحجر. فالاورده اللي داخله، الاورده البابيه اللي داخله جوه الكبد والشرايين اللي داخله جواه، الدم يدخل فيها بصعوبه ويخرج منها بصعوبه، فيقوم يرتد على الطحال فيكبره، او يحصل ارتشاح ويحصل استسقاء جوه البطن. يعني تليف الكبد بيؤثر على الطحال. ايوه. ففي تليف لسه ما وصلش الدرجه الكامله، فيفضل الكبد بالمخزون شغال، يخلص من الصفرة ويصنع بروتين ويعمل الكلام ده كله هو في امان. لكن تخشب كاملا بقى، فبقى الدم اللي بيخش صعب ويخرج منه صعب، فالوريد البابي يزيد ضغطه جواه فما يقدرش يخرج الدم من جواه، يقوم يرتد على الطحال ويرتد على الانسجه الاخرى ويعمل ارتشاحات بقى باللي بيسموها استسقاء في البطن، وبعد كده يتعب اكتر فيؤثر. يعني التليف ليه مشاكل مش قليله، بعد كده ممكن يرجع دم الشخص نفسه. نكمل برضو حوار بتاع التليف. بس انا معايا تليفون استاذ جمال. الو الو الو. ايوه اتفضل يا استاذ السلام جمال. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل بسؤالك. انا عملت تحاليل البي سي، عملت تحليل الفيروس اتلاقى عندي فيروس سي. ايوه فيروس سي. وبعدين عملت البي سي ار طلع 190، وعملت مره 100 طلع 100، الاول طلع 100 وبعدين كده طلع 190، وبعدين عملت تحاليل ثاني البي سي ار في كذا مكان. اقول الاماكن؟ لا ما ينفعش يا استاذ جمال. في الهرشه وفي المعامل المركزيه وفي معهد الكبد، قالوا لي ما عندكش حاجه خالص، نيجاتيف ما فيش حاجه خالص، رغم ان كان عندي الفيروس وكان عندي 190 وعندي 100. بس 190,000 و100,000. وما خدتش علاج. بعد كده عملت البي سي ار 3 4 مرات. ما خدتش علاج يا استاذ جمال، ما خدتش علاج. هو بيقولوا لك ما خدتش علاج خالص. خالص خالص. الا باخد السيلانومارين. بيقولوا لك طيب بيطلع 190,000 ولا 190 بس؟ 190,000. وانا معايا الورق 190,000 و100,000. وبعد كده عملت في كذا مكان، في 4 اماكن او 3 5 اماكن، يطلع نيجاتيف ما فيش خالص. وباخد السيلانومارين بس. طيب انت الفترات ما بين اللي كان موجود وما بين نيجاتيف، هل التحاليل دي في الاول موجود وبعد كده راح خالص، ولا في لخبطه التحاليل بتاعتك؟ لا، يا بي ال 90,000 كان في سنه، وبعد سنه رحت عامل طلع 190,000. طيب لما طلع 190,000 و100,000، الدكتور بتاع التامين قال لي لا روح اعمل بس بي سي ار في مكان ثاني. رحت قال لي نيجاتيف، ما بقاش مصدق. رحت اعمل في مكان ثاني برضه طلع نيجاتيف، ما بقاش مصدق برضه. بتحصل. رحت 4 اماكن كله نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. طب اعمل ايه بعد اذنك؟ رغم ان انا عامل تحليل الفيروس يجي 4 مرات وطلع موجود. طيب ماشي. هيرد عليك حالا. هيرد عليك حالا. طيب هو يعمل الاجسام المضاده. اجسام مضاده للفيروس تبين كان جاله وراح منه ولا لا؟ دي اول حاجه، لان ممكن في الاخر لو ما طلعتش موجوده يبقى ده ما عندوش اساسا، لازم تكون موجوده. فده الحكم الاساسي ان موجود حاجه ولا لا. تمام. لكن الاحسن دي اول خطوه، لو مش موجود الاجسام المضاده خلاص انسى الموضوع خالص، مفيش فيروس. لو وجدت الاجسام المضاده يعمل حاجه اسمها البي سي ار النوعي مش الكمي، مش بالرقم، يا يا لا، يا سلبي يا ايجابي، ده الاكثر حساسيه في انه يلقط الفيروس. بي سي ار النوعي. تمام. النوعي في المعرفة. أنا أحب أختم حلقتنا بسؤال مهم جدا في الحلقة. إيه هي سبل الوقاية من تليف الكبد أو سرطان الكبد؟ أو سرطان الكبد. تمام ماشي. أحب حضرتك تدي نصيحة كده للمشاهدين، إيه هي أساليب الوقاية عشان ما يتعرضوش فيما بعد للتليف الكبدي؟ تمام. سبل الوقاية من التليف الكبدي إن إحنا نحاول ما يجيلناش فيروسات كبدية. دي أول حاجة. ما يجيلناش فيروسات كبدية إزاي؟ ان احنا نبتعد عن الالتصاق بالحاجات اللي فيها دم او التعرض للنقل الدم، سواء بادوات او سواء عن طريق نقل الدم نفسه. دي اول حاجه، فمش هيحصل فيروسات تيجي يقوم ما يجيلناش تليف. طيب الوقايه لو جالنا فهيحصل تليف، ويحصل المتابعه الدوريه كل 6 شهور واحيانا كل 3 شهور، من 3 ل6 شهور، للإنزيمات الكبدية ولسطح الكبد بالأشعة التلفزيونية ولوظائف الكبد الأساسية نفسها. ولو حصل أي نشاط للفيروس بتاع البي يبقى احنا بناخد العلاج اللي يعمل له خمول
بانتظار، عشان كده الانتظام في المتابعه مهم. لو الفيروس سي موجود الحمد لله ان هو ابتدى يظهر العلاجات اللي ممكن تقضي عليه تماما. فاحنا كده اولا حمينا ان ممكن يحصل تليف بعدم التعار بالوقايه المظبوطه ان ما يتعرضش الفيروس سي او بي، ولو جالنا بنتابع كويس عشان لو نشط الفيروس بي نعالجه، والفيروس سي لو موجود نعالجه على طول وما نتاخرش على العلاج بتاعه. تمام، متشكرين جدا يا دكتور، بجد كانت حلقة ممتعة، ونتمنى يبقى في حلقات تانية نتكلم أكتر عن التليف الكبدي وزرع الكبد. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كان معانا النهاردة الدكتور كمال الدين عبد الرحمن الإتريبي، استشاري الكبد بمعهد الكبد. أتمنى أن النهاردة حلقتنا تكون عجبتكم، ونترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.